يقول السائل: قال الله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، هنا هل هي حق أم إخبار؟ نعم، هل هي على الحقيقة أم إخبار؟ هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يتحسر عند الموت، خصوصا المضيع والمهمل تحسر عند الموت. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أن تقول نفس، أي لئلا تقول نفس عند الموت يا حسرة. هذا في حث من الله أن الإنسان يبادر حياته وصحته لئلا يقول عند الموت يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. نعم.